السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في السلطة الرابعة. والبداية بالعناوين. المصدر أونلاين: تقرير دولي يتهم قادة الانتقالية الجنوبي بتقويض الحكومة الشرعية جنوب اليمن. وموقع يمن شباب يتساءل: اتفاق الحديدة في اليمن هل يحقق لوليز جيرد ما عجز عنه كامريت؟ وفي العربي الجديد: فريق الخبراء، الدولة اليمنية تواصل التفكك وحلفاء الإمارات أهم الأسباب. مرحبا بكم. أكدت دول الرباعية بشأن اليمن التزامها بالحل السياسي الشامل للصراع في اليمن وتأييدها للاتفاقيات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في السويد في ديسمبر الماضي. وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية عقب اجتماعهم في وارسو، قال الموقع بوست أن وزراء الخارجية أو خارجية دول اللجنة الرباعية بشأن اليمن التي تضم السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا ندد باستمرار التدخل الإيراني في اليمن. ورحب الوزراء باعتماد قرار مجلس الأمن 2451 و2452 اللذين يدعمان تنفيذ هذه الاتفاقيات والبناء على الإطار السياسي المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني. وفي ذات السياق، قال موقع العاصمة أونلاين إن الرباعية الدولية الاقتصادية قالت إن الأعمال التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية ضد البنوك واعتقالهم لموظفي القطاع المصرفي في صنعاء يعتبر تهديدا للمدنيين والاقتصاد اليمني. وفي بيان لها، طلبت الرباعية برفع التدابير التي فرضت على البنوك المحلية في صنعاء والتي تعيق الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية. وقال السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر إن المملكة أودعت 2 مليار دولار للبنك المركزي اليمني لدعم الاقتصاد وتوفير اعتمادات البنكية لشراء السلع الغذائية للشعب اليمني، إلا أن الميليشيات الحوثية تعيق ذلك. قال موقع اليمنت إن جماعة الحوثية المسلحة واصلت توظيف مؤتمر وارسو الذي ظهر فيه وزير الخارجية اليمني خالد اليماني وهو يجلس بجوار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتوالت بيانات التنديد والاستنكار التي بثتها كيانات وشخصيات حوثية تتهم الحكومة الشرعية بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وخيانة القضية الفلسطينية. وعممت الجماعة خطب صلاة الجمعة في صنعاء والمحافظات الخاضعة لها حول هذا الموضوع باعتباره تأكيداً أن الجماعة تواجه حرباً أمريكية إسرائيلية. وقال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي إن مؤتمر وارسو ما هو إلا محطة من محطات كثيرة حيكت فيها المؤامرات على الأمة، وما يميزه عن سابقاته من المحطات الكثيرة هو الظهور في العلن لما كان يجري في الخفاء. واعتبر ظهور اليماني وزير الخارجية في الحكومة الشرعية بجوار نتنياهو صورة فاضحة ومخزية وكاشفة عن الموقع الذي أراد الخونة وأسيادهم للشعب اليمني. وعلى الرغم من تبرير اليماني وتأكيده بأنه وقع خطأ بيرتكولي لم يكن يعرف عنه مسبقا، إلا أن الرجل تعرض لهجوم عنيف من شرائح واسعة في اليمن بينهم سياسيون ومسؤولون حكوميون، فيما وجدت الجماعة في الحدث مادة إعلامية لاستعطاف اليمنيين وحشد مزيد من المقاتلين. موقع المصدر أونلاين سلط الضوء على التقرير النهائي للجنة الخبراء الدوليين التابعة للأمم المتحدة، والذي أكد فيه أن مسؤولين حكوميين يتعرضون لأعمال عدائية من قبل قوات متحالفة مع المجلس الانتقالي بقيادة عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك. واتهم التقرير المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات العسكرية التابعة له بممارسة الأعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة اليمنية، ما تسبب في عدم سيطرتها بشكل فعلي على المحافظات الجنوبية. وأكد التقرير بأن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي أمضى معظم وقته مقيما في أبوظبي بالإمارات وزار عدن في عدة مناسبات، متهما قيادات الانتقالي بتدبير الهجوم ضد قوات الحماية الرئاسية
في يناير من العام الماضي من داخل مقر المجلس الكائن في مديرية التواهي. وتتخذ الإمارات من تشكيل هذه القوات العسكرية والأمنية وسيلة للي ذراع الرئيس هادي وحكومته وفرض شروطها، مؤثرة بذلك بشكل مباشر على سيادة الدولة ومؤسساتها الأمنية والمدنية. اتفاق الحديدة في اليمن، هل يحقق لوليس جيرد ما عجز عنه كامرت؟ بهذا التساؤل تناول موقع يمن شباب تقريرا قال فيه إن الجنرال الدنماركي مايكل لوليس جيرد يواصل مساعي لإنقاذ اتفاق الحديدة الموقع بين الأطراف اليمنية منتصف ديسمبر الفائت بالعاصمة السويدية ستوكهولم، دون إحراز أي اختراق واضح في ظل صعوبات تزداد تعقيدا يوما إثر آخر. يرى المحلل السياسي اليمني ياسين التميمي أن تسلم القائد الجديد لبعثة المراقبين الأمميين في الحديدة مهامه خلفا للجنرال كامرت لا تمثل تحولا جوهريا في مهام الأمم المتحدة المتعثرة والتي تهدد بفشل تفاهمات ستوكهولم. من جهتي يرى أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان ليمن شباب نت أن رئيس لجنة المراقبة السابق كامرت امتلك خبرة خلال تواجده في الحديدة وعرف أنه أمام طرفين متصارعين ليس لديهما أي استعداد كان للذهاب نحو عملية سلام تم دفعها بالقوة في ستوكهولم على المستوى الثنائي، مشيرا إلى أن رئيس لجنة المراقبة الدولية الجديد سيأخذ الخبرة من سلفه وسيقدم له الدعم. حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من احتمال فقدان جيل كامل من الأطفال في اليمن بسبب استمرار سوء التغذية. وتناول موقع مأرب بريس التقرير الأخير والذي وصف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم، وكانت المنظمة الأممية حذرت مرارا من مجاعة على نطاق واسع في ظل صعوبة وصول الغذاء إلى السكان جراء الحرب. في الأثناء أدرجت منظمة أنقذوا الأطفال المعنية بحماية حقوق الأطفال في أرجاء العالم كلا من اليمن وسوريا والعراق والصومال وجنوب السودان وأفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية ونيجيريا ومالي في قائمة الدول الأكثر خطورة في العالم بالنسبة للأطفال. وأوضحت المنظمة أن 550 ألف رضيع لقوا حتفهم في هذه الدول العشر بين عامي 2013 و2017 إثر عواقب غير مباشرة للنزاعات مثل الجوع أو تدمير البنية التحتية أو عدم وصول إمدادات صحية إليهم. نقرأ في موقع العربي الجديد تقريرا يقول فيه تقريرا أعده فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي خلص أن اليمن استمر في انزلاقه نحو كارثة إنسانية واقتصادية. وبحسب الموقع فقد أشار التقرير إلى أن البلد لا يزال ممزقا بشدة مع تزايد وجود الجماعات المسلحة والفساد المستحكم. أتحدث عن بروز اقتصادات حرب، كما أكد أن الأطراف والتشكيلات المسلحة المدعومة من الإمارات لا تزال المصدر الرئيسي لمعارضة الحكومة الشرعية وتهميش دورها في المحافظات الجنوبية. وأشار التقرير إلى أن ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي الذي شكل عام 2017 بدعم من الإمارات هو المصدر الرئيس لمعارضة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في جميع أنحاء المحافظات الجنوبية. وقال إن حلفاء المجلس مثل وحدات قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية وقوات النخبة الشبوانية ومسؤولون حكوميين محليين يواصلون النهوض بما تسمى المخططات السياسية الجنوبية والعمل في الوقت نفسه على الدفع بالتطلعات الانفصالية. وأكد أن هذه القوات لا تزال تحت الرعاية المباشرة للإمارات وتشكل الأدوات الرئيسية للسلطة في جميع أنحاء المناطق الجنوبية لليمن وتهمش قوات حكومة اليمن في أجزاء واسعة من الأراضي المحررة من الحوثيين، كما أنها ترفع أعلام الانفصال وشعارات المجلس الانتقالي أثناء حفلات التخرج وعمليات الانتشار.
ختام السلطة، أترككم مع كاريكاتير اليوم.